السلام عليكم متابعين ديالي زوينين خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صح، لاباس بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم راه غندير معكم واحد الفيديو ان شاء الله، ندير معكم واحد الويطه ديال الحوت ان شاء الله يا ربي في الفران، وكنتمنى تعجبكم. انت حكيت واحد الغرفه البطيشه هنايا، دابا غادي نحك واحد القريعه. كيجي زوين هكا قريعة محكوكة وجعدة ومغيشة. هنا دابا انا حكيت واحد القريعه ومطيشه، غادي هاد الويطه هادي غادي ندير فيها، غنديرها في الفران ان شاء الله. غادي نفرشها بحال هكا في اللاطا، خلطة في كل بلاصة هكا، نتيو نستف فيها الخضرة. دابا غادي ندير واحد جديدة، هانتينا غير وحدة من قريعة مطيشة بطيطة، دير طويزن كيجي رائع تبارك الله بزاف. هكاكا كتعود الشوكرا الفوق، كندير له هاد الحك بحال هكا، لا كندير له لا مرقه لا والو، كيطيب غير هكا هكا خضيره محكوكه كيطيب فيها. هانتينا حليت عاود بحال هكا، غادي نديرها كتجي واحد المريقه حلوه، كتجي رائعه تبارك الله، كتجي غزير. ندير بعد بصحتها هانتينا، نتمنى يعجبكم هاد الوصفة ديالي ديال الحوت، واحد الكومنتير زوين، ديرو لنا لايك، ديرو لنا جيم، الله يسهل عليكم، وبارطاجيو، نتمنى.
الثومه هنا مقطعه قشره ومقطع شويه الربيع. التويمه غنديرها هنا التويمه كنديرها بحال هكا بلا ما نطحنا. عندينا شويه ديال التحميره، عندي شويه ديال الكمون، عندي المليحه، عندي شويه ديال الزعتر. كيجي المذاق ديالو غزال تبارك الله. هانتي عندي شويه ديال الزيت الشرموله، ندير واحد كويس ديال الماء، تي عندي هاد الحويجات غادي نديرو في وسط الشرمولة ترقدين. خليهم يدخلوا فيهم هاد الشرموله ديال العطريه، ندير واحد الحامضه هنايا، ندير واحد الفليفله هنا حمراء حتى هي غنديرها. هي كتجي حلوه كتجي زوينه في الطاجين. تعالي انا عاوتاني واحد الفلفله خضراء، قشرت هاد البطاطا طبعا نديرها هنا فهاد الشرموله تاع نديرها هكا رقيقه تجي شي غليظه. تيمكن ديرها رقيقه بحال هكا كطيب لي دغيا.
نتوما اخوتي دعموني الله يسهل عليكم وتفرجوا في الفيديو ديالي كملوا المشاهده كامله الله يسهل عليكم. تما ما عنديش خضره بزاف هاد الطريطة والفلفلة كنلبس هاد البطاطا العطرية بسم الله تمشي العطريه كامله في هاد الخطيره ديالي سيبدا ما ندير الحويجه ديالي هنايا كتجي زوينه في الطاجين كلشي كيعرف تبارك الله ما شاء الله كلشي كيعرف جوج يدين هنايا كنزرب وانتم الغيطة ديالي كي جات زين عندي واحد الحرة هنا نديرة هاد المطيشة المطيشة طلع الصبح طالع على خواتاتي والله الا المطيشة الصبح طالع اش غدران ندير شويه د الحامض هاد الكريعه حيت انا درت كريعه في الحكوكه صرا عندي انا الوليدات كياكلوا على الخضيره هاد الثومه الغطا ديالي دابا غنشعلها في الفران وندير الطي ونرجع معاكم هاد الثومه دابا غنعدل الثوم ندخلو كلشي ديالو غنعدل الثومه
الله نيو باش كيرجع فيه الصهد. هاتي لما ديرو الطايب يطيب وغدا معاكم نوريكم النهائي ديالو كي جا. هانتوما دابا غادي نديرو هادشي عاد غنغسلهم قبل ما يتسطرو. هانتوما هدا هو النهار ديالنا يا متابعين ديالي، هدا هو نهارنا. دوك في جهه في حاجه اخرى عاود جوازين في هذا ثم ما عندنا كل حاجه شويه ديال المطيشه هذه كنديرها في الشلاضه صراحه انتي كتجي رائعه الشلاضه حلوه
نديرو شريطه دابا الحراره الصيفيه جات احباب الصيف الوقت كيجي بوقته خاصة تعاود شوية طلعوها لنا ايوا ليلى يلا صافي نتمنى خفيفة على قلوبكم يا خواتاتي يا متابعين ديالي المشاهدين ديالي في خطيكم جوج البيضات حق طريق غزاله ديال الطاش نعناعات البيض غادي كتفوق عليا نقي الجناوات غسلتها مزيان مبقاش فيها ديك الحص إذا نقيلو في الماء أما التصغير التخمام التخمام القشوع القشوع الذهب إوا هادشي اللي عطا الله يا خواتاتي الله يرزق الصحة والسلامة شي اللي كنتمناه الله تعالى وبركه انا قطعت الشلاضه ما طولش عليكم فيديو ورجع معاكم هانتوما الشلاضه ديالي خلطت الخيار مع بارده ديال الصيف ايوا نتمنى تعجبكم الثلاجة تنوجد الحوت ديالي ورجع معاكم ها
انتما جبت هذه الدليليحه غنفتحها معكم شوفوها واش حلوه ولا باسله ولا حمراء. غادي نشوفوها كي دايره. غنجربوها معكم ان شاء الله. شوفوها كي دايره هذه الدليليحه. هي كتبان حمراء وانت تفرات بوحدها. هانتوما الدلاحة طايبة غزالة، حق حلوة ما عرفتي واش حلوة ولا لا. غسلتها ودرتها حتى الثلاجة تبرد شوية. هو الدلاح كيتكلها ملي كيكون ملي كيكون بارد. سوكيجا حلوه غزاله، غزاله حلوه. ايوا انتم هذا هو الدلاح ديالنا اليوم. انتم هذا الدلاح اليوم حلو واللي كيعجبني في هذا الوقت هذا احسن من تا يسخن الحال بزاف. دابا غنعدل هاد الشريطه، غادي ندير المقادير ديالها. ندير واحد الكبيره ديال الجبزه شويه هاد التنسيمه، غادي ندير الملح، عندي شويه ديال الخل، ندير شويه ديال الزيت، ايوا صافي. دابا غنخلطها، دخل فيها هاد هادي هي الشريطة ديالنا يا خواتاتي. إوا عجبكم الفيديو ديالو لي جيم وتفرجو في الفيديو الله يسهل عليكم. كنتمنى لكم تا نتوما يا النجاح والتيسير ويعاونكم ربي يسهل عليكم ربي. هادشي لي كنتمنى من الله تعالى وبركة. حنا راه خواتات ولينا بحال خوت، تعاونو مع بعضياتنا. انا قسما بالله ربي راه شاهد عليا الا كنتفرج في الفيديو، راه كي كندخل كندير لايك ونصيفط كومونتير وكنحط الفيديو كيدوز بشويه حتى كيسالي. قسما بالله راه العواشر هادو كنحلف بالله الا حتى شي وحده ما كنفوتها. صافي هاد الشرطه ديالي انا عدلتها خلطتها. كتجي تبارك الله غزالة، كتجي زوينة والله العظيم اللي كتجي زوين. درت له شوية ديال الخيار، هانتوما هاد الشريطة ديالي كيفاش كتجي، زوالة طرية وباردة. هاد الصهد غادي نجيب اللويطه ديالي ديال الحوت، راها طابت.
هانتوما خوتي الويطه ديال الحوت ديالي كي جات، جات تبارك الله غزاله، وجات المريقه ديالها خاطره، وجات ناشفه، جات فيها لا مريقه لا حتى شي حاجه، والله الا جات رائعه تبارك الله. نتمنى تجربوها بحال هكا. هانتينا كتحكي لها داك الخضره وداك الشيء، كتجي انت المريقه ديالها ناشفه، كتجي فنه تبارك الله. ايوا هذا هو الغدا ديالي شاركته معكم، وهذه هو الطويجين ديال الويطه ديالي ديال الحوت في الفران. هذه هي الشلاطه ديالي اللي شاركت معكم اليوم، نتمنى تعجبكم خوتي، غيسهل عليكم وديروا معكم واحد الجيم كومونتير زوين. يلا خليتكم على خير مع فيديو جديد ان شاء الله، غيسهل عليكم وصعب. هادشي اللي كنتمنى منكم، يلا مع السلامه، خليتكم على خير.